يعطيكم الصحة والعافية، معاكم أحمد وأريكي. عادة لما أنت تبي تغير أجهزة، واحدة من الشغلات اللي أنا عن نفسي تخليني أفكر مرتين قبل أستخدم تليفون بنظام تشغيلي مال الآي أو إس هو عسارة آيتونز، وشون أنك أنت ما تقدر تنقل بياناتك إلا عن طريق آيتونز. بس هالشغلة هذه تغيرت خلال الفترة اللي فاتت، وخلوا أن التليفون يكون سلس أكثر وتقدر تتعامل معاه كأنه هو فلاش ميموري إذا أنت ركبته على كمبيوتر، إذا كنت بس تبي تاخذ منه محتوى بدل أنت تنزل عليه محتوى. فواحدة أكيد من الشغلات اللي أنت راح تلاحظها أنه راح يكون في عندك سيجمنت أو ماركت حق إكسسوارات ممكن تبسط لك عملية كيفيات نقل الصور، بياناتك، أرقامك، شغلك، ما أعرف إيش. فهذه الأمور كلها أنت الحين راح تقدر تصير عليك أسهل إذا أنت كنت بتنتقل من نظام iOS إلى نظام iOS ثاني، أو إذا أنت كنت بتتنقل ما بين الصور ما كنت بتستخدم خدمة الـ iCloud Services. طبعا كل الأجهزة هذه هي منها أجهزة جديدة، نفس الـ iPad Air 2، نفس الـ iPhone 6S، ونفس أكيد الـ iPhone 6S Plus. كل هذه التليفونات راح تدعم الشغلات الجديدة اللي أبل قاعد تعطينا إياها من قبل سنتين أو ثلاث تقريبا، كأنه هو USB Flash Memory وإنت ركبت على الكمبيوتر بدون لا أنت تحط آيتونز أو تنزل برنامج آيتونز. ففي دونجل أنا استخدمتها من شركة اسمها PhotoFast، وايد ممتازة، عبارة عن صوب واحد راح يكون Lightning Connector يركب على الآيباد والآيفونز والحتى الآيبود تاتش، والصوب الثاني راح يكون USB. أكيد بتقولي أحمد هذا واير تركبه هني بالتليفون وهني تركبه على الكمبيوتر، كان الله غفور رحيم. لا، هذا راح تركبه أنت على الجهاز بدون لا أنت تركب صوب الثاني على الكمبيوتر، وهو راح يخزن في ذاكرة فلاش ميموري 32 جيجا بايت، وبعدين لما تخزن من التليفون تشلعها وتركبها على أي كمبيوتر، وراح تكون أنت عندك 32 جيجا بايت من ذاكرة عشان تخزن فيها بياناتك، أو تركبها أنت على تليفونك القديم مثلا تنقل كل بياناتك فيه، بعدين تركبها مرة ثانية على تليفونك الجديد وتنقل كل بياناتك منها هي كفلاش ميموري 32 جيجا بايت لتليفونك الجديد. فهذه ابتكارات وايد حلوة الحين قامت تتناسق وتتماشى مع نظام تشغيل مال اي او اس. طبعا اذا انت عندك اندرويد من زمان هذه مشكلة محلولة، ما تحتاج دونجل مثل هذه، او في دونجلز طبعا مثل هذه حق الاندرويد، بس ما كنت تحتاج اساسا. اي فلاش ميموري راح يشتغل، اي كمبيوتر تحط عليه راح يشتغل، ما عندك سالفة الايتونز والتعقيدات مال الايتونز اذا انت كنت من الناس اللي تخاف من تستخدم ايتونز عشان لا تخترب بياناتك او اي شيء كذي. مع ان للعلم ايتونز صار وايد سهل انك انت تقدر تنقل ما بين بياناتك وما بين الاجهزة، بس عموما الاندرويد وايد اسهل من ناحيه ان انت تنقل البيانات، وما تحاتي ان تنتقل بيانات من جهاز لجهاز او تاخذ بيانات صاحبك بالغلط او ما اعرف ايش. فهذه خاصيه موجوده طبعا حاليا من شركه مثل ما قلت لكم براند PhotoFast، وايد استانست عليها الدونجل صراحه، انصح فيها وبشده. هني في 32 جيجا بايت، في عندهم ساعات اكثر 64 اتوقع 128، راح احط لكم تحت رابط اللي يبي يشتريها يحصلها. وبس هذا انا بغيت اتكلم عنه، شلون تقدر تنقل بياناتك على اجهزه النظام التشغيلي مالت اي او اس بدون لا أنت تركبهم على آيتونز، منهم الآيباد والآيفونات جدد أو حتى لإصدار الآيفون 5S. فبس سلامتكم تعيشون، أحمد وريكي فما الله الكريم.